رقم 20 وطلع توما سيسرن وأولاف ستون هذا 24 سنة بايرن ميونخ لاعب 31 مباراة وهذا كان أحد لاعبي منتخب ألمانيا الأساسي لكن الحقيقة ابتعد نظرا لإصابة ابتعد فترة وبالتالي رجع الآن بكل قوة كرة اللعب جول 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 حلوة 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 ليش بارسكي الحقيقة حصل عرض من جهة الشمال عرض حصل وحطه من جهة الشمال حطه من جهة المرمى وعرض هدف فريق منتخب ألمانيا الغربية كرة حلوة اللعب ليش بارسكي هذا اللي جاء في الشوط الثاني لمنتخب ألمانيا الغربية على طول شوف هذا شكل فرحانين فرحانين الألمان بكرة الحقيقة حصلوها من جهة الشمال شوف لما لعبت على طول ولا عدم الأولاني عدم الأول لعبة حلوة فولر لليت بارسكي اللي دخل فيها عرض رقم 18 وحاطها بكل قوته في شمال عرضه في سقف المرمى ويحرز منها هدف فريق منتخب المانيا المانيا واحد الان المانيا واحد كولومبيا لا شيء في وقت صعب الحقيقه في وقت صعب انما ما في شيء على كرة القدم صعب ابدا شوف لما لعبت على طول في المرمى الكولومبي لليت بارسكي على طول في شمال حطها في الجول واحرز هدف فريق منتخب المانيا اذا المانيا الان واحد ألمانيا واحد كولومبيا لا شيء عن طريق هذا ليت بارسكي لاعب رقم 7 ليت بارسكي لاعب المخضرم في الفريق الألماني 30 سنة يلعب لنادي كولونيا 65 مباراة دولية يكفيك أن عنده 65 مباراة دولية ولاعب منذ عام ألماني في المنتخب الألماني وليت بارسكي يحرز هدف لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 43 وشوي 43 وشوي